بارودي. اللي كان حاضر مع ميساء بديس على قناة تونسنا وحكي على برشا حاجات، منهم على تجربته في مجلس النواب، حكي زيدا على وديع الجاري، حكي زيدا على برنامج الرفمق والتجربة هذه، وكان له اعتراض وقال يا رفيق وش رات شرط معناها، قال ما نكمل مع الفريق الرفمق إلا ما يعملوا الحاجة هذه. خلنا نسمعوه. مش نجمو يعاودوا افيش كامله خاطر البارودي. طلب رفيق بوشناق عاود الافيش سينو ما عادش راجع للرفماك الا ما تزيدني في الافيش. برافو من حقك. حقي ولا حق. الرفماك الحقيقه ماهوش هو اول واحد اتصل بيا، فما ثلاثه ولا اربعه اذاعات اخرى وبرامج اخرى في اذاعات محترمه مطلوب جدا. يعني لا مش نقول مطلوب، ولكن ما كانش الوقت وقتها، وقت اللي حسيت انه الوقت جاي وكل شيء مناسب. كي كلموني جماعة الرفماق الحقيقة ما أبديت حتى احتراز على التجربة والتحقت بصفة رسمية معهم، لأنه وين رانوا التجربة ممتازة. شكون الإذاعات الأخرى اللي كلموك؟ لا والله ما نحبش أن لا ما نحبش أن ماذا بيا من هما كلهم أصحاب. محمود البارود يتحدث عن العروض ويتحدث عن الشروط. وي سندري هنا شهد على عصر. اي سيفيري اول مره في البلاتو خمسه يهزوا ديهم يعني تعرف الكلمه كلها. محمود انا نحبك برشا وقدرك برشا، ما انا شهد على عصر سيف كامل مررته لي السيف، كلم رفيق قلت رفيق من هنا يجبد لاخر يجبد بربي خلينا نخدم معاكم. بدينا في سبتمبر كل يوم، شنو تحب يومي ما تحب تعمل لك اللي تحب علي نقضيه لك وانا وانت. اها ولا معلم جات عروض هذا لا تصويره بيدي. سامحني انت ولا ماكش انت؟ ماكش حاطين الحامل تاع الطيار. الله يمحيك مسرار محمود حتى غد. ما شاء الله كبروا في الكرام. اما نحب نعرف هنا العروض منين؟ اي اف ام، موزايك، شمس اف ام، مش عندنا. ها قال لك ثلاثة عروض لحظة. رفيق محمود حسسني كي يمشي تخطب طفلة وقدام نسيبها يبدا يشوط. عندي الأملاك عندنا كذا. يا ودي هاو شنعملوا نحن؟ نطردوه الجمعة هذي. زيد شرط خطير، قال لك نتحط في الأفيش يا ما نعاودش. إي نحن نحن اتصلت بمطبع البارح يا ودي هذا نطردوه نحن الجمعه هذه ونشوفوا فماش اذاعه تكلم ونعرضوها. قال لك عنده عروض بالجمله نخسروش يا زيد. لا يا ودي هذا نطردوه الجمعه. خاف تدخل في ريسك وتخسروا. النصر يدعي تقول انرجيك وبربي لافيش انا ما عادش معاودين نصوروا لافيش هذيك عديت لها انا ريت براد بيت تجي مش عاودين نعرف كلموا تعبنا في لافيش والله. لا اخذ تنحطوا لك كذا في الكوان احنا بنص يدك هيك وانت بالكسوه مخنوق تعجبوا كرونيكو المهبول شنب ونحطوا ناس عرفك لي واحد يكذب كذبه ويصدقها. محمود يكذب كذبه ويصدقها يا ودي. محمود العالم كامل في الصيف يتكلم على محمود بالله. كلم رفيق بوشناق بجاه ربي رفع والله به ننجح نجيب روحي جربوني حسه زوز ثلاثه اللي تحب تجربوا. كلمني قال جربوني خمس سنين بعد بداوا خلصوني اعطاني عرض ما نجمش نرفضه معناها. فما صار اليوم فيليبيني ما عملهاش هذا توا الحاجه توا بناتي يسمعوا فيكم خلينا نخرج انا حق بناتي توا داخلين. يبارككم تبارك الله عليكم ما شاء الله على محمود ما شاء الله ربي. يا سي رفيق ما عندي وقت ما عندي وقت هي 10 ثواني تثبت وقت اللي حب يستقطبنا ولا هو مش في العروض برك وحب يستقطب الرفماق ويهزوا لاذاعه اخرى. رفيق يقول له تخلصني انا 100 مليون يقول له 150 انا اللي ما حد شيء يقول له خويا تعطيني 10 ملايين تاخذ 10 ملايين يا ودي كل شيء عنده سال هو حتى جاي ما فما فشوشي في فشوشي في فشوشي.